القناه عشان نوصل لحضراتكم كل جديد. اسلام انت متواجد على طول صح؟ اسلام متواجد مع مروان على طول في المحل ان شاء الله باذن الله. دي يافطه المحل بتاعه مروان كامب محمد المنياوي مباشره على طول ما شاء الله. هي حصاله ما شاء الله تبارك الله حلوه قوي قوي. دستة كام؟ دستة ب 17 جنيه. لا تنسى الاشتراك في القناه واتفرج على الفيديو لحد الاخر هيعجبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم معانا قناه شارع بين حارات. قبل ما نبدا ونقول صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ان شاء الله. احنا من محلات مروان في شارع بين حارات كلوبين، موجود شحن لجميع المحافظات. مروان معانا اهو، موجود شحن مروان لجميع المحافظات صح كده؟ جوه القاهره وبره القاهره من جميع المحافظات موجود شحن. معانا اسلام هيقول لنا على الاشكال الجديده اللي نازله ان شاء الله في محلات مروان في شارع بين حارات. ابدا يا عم اسلام قول كده. دي الكوره البازر. ده الكوره البازر. دي 100 ولا دي 50؟ 25. 25 بكام؟ ب 40 جنيه. ما شاء الله شكلها والواناتها تنفع الحضانه وتنفع المشاريع كتير قوي صح كده؟ معانا ايه تاني جديد؟ معانا التوكه دي حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله. ب 15 جنيه ما شاء الله تبارك الله. خليك معانا الوش العصفوره ده ما شاء الله لسه نازل. بص هو معمول على الكارت، في منه سايب صح كده، في منه بالمئات، وفي اهو موفرين للناس اللي هي عايزه حاجه جاهزه تنزل تباع على طول في المحل ما شاء الله. اهي ده بكام؟ ب 24 جنيه. ب 24 جنيه في عدد 12 ما شاء الله تبارك الله حلو قوي ما شاء الله. يعني معنا الاشكال الجميله دي بتاعت الحضانات طبعا من المشاريع الناجحه وانجح المشاريع صح كده؟ بالظبط. اشكال ما شاء الله تبارك الله. في منها اشكال كتير بقى. في منها اشكال، في منها بتاع حوالي 25 شكل. 25 شكل. الدسته بتاعتها؟ الدسته عامله 72. 72 جنيه يعني الواحده واقفه ب 6 جنيه ما شاء الله تبارك الله، من انجح واروع المشاريع فعلا. الشنل ده حلو قوي برضه 13 جنيه. ده جاهز اهو على الكارت ما شاء الله. في 24 واحد 13 جنيه. الصغير بتاعه ده؟ الصغير ده بستة. بستة جنيه ما شاء الله تبارك الله اهو ما شاء الله. بص المحل ما شاء الله تبارك الله في حاجات كتيرة قوي مش هنقدر، بص يعني ما شاء الله تبارك الله مش هنقدر نصور كل اللي في المحل طبعا عشان ما يتعبش الناس معانا اهو. انزلوا موجود شحن لجميع المحافظات داخل مصر وخارج مصر ان شاء الله عند مروان. الاسبينر الورد ده اختفى فتره ورجع تاني مروان صح؟ اه. ده بكام ده؟ ده ب 40. ده ب 40 جنيه. في 100 عدد 100 ب 40 جنيه ما شاء الله. شكله بيور يعني حاجه بتاعته نظيفه ما شاء الله تبارك الله. الكوتشينه ده عامله 15. 15 36 عدد ب 15 جنيه ما شاء الله تبارك الله. موجود شحن جميع المحافظات. دي اللعبه دي يزودوا عليها حاجات ثانيه اللي هي بتاعت المطبخ بكام؟ دي عامله الدست عامله بتاعتها 65. 65 جنيه. موجود كميات من جميع اي حاجه حابين نصورها موجود منها كميات. السلسله دي الاقطان ده عامل 25. الاقطان ده عامل 25 في 100 ما شاء الله تبارك الله. الحظاظات دي 10 جنيه. اي حاجه من ده ب 10 جنيه ما شاء الله تبارك الله. أوه. ما شاء الله تبارك الله. وصل المحل فيه حاجات كتيرة جدا مش هنقدر احنا نصور كل ده عشان خاطر اللي احنا نشوف يعني ناس ما شاء الله تبارك الله. الحصالة دي تعالى يا اسلام. الحصالة بتاعتها ب 17. الدستة من دي ب 17 جنيه حلوة قوي ما شاء الله. حصالة ما شاء الله تبارك الله حلوة قوي قوي. الدستة كام؟ الدستة ب 17. الدستة ب 17 جنيه حلوة قوي ما شاء الله. معانا اشكال المصاصه دي بتتحط فيها المصاصه بتتقفل. الكيلو بتاعها الكيلو بتاعها 85. 85 جنيه. المشط ده عامل 55. الكيلو 55 بيعمل قد ايه الكيلو بتاعه؟ الكيلو بيعد 700 وطالع 700 او 800 مشط من ده صح كده. البيضه الكبيره دي عامله 85 برضه. 85 برضه. القنبله 85. 85. والبطيخ ده البطيخ دوت لسه نازل صورناه المره اللي فاتت بس هنصوره تاني. كام؟ البطيخ ب 85 بيعد حوالي 200 وشويه. بيعد حوالي 280 حبايه او 280 لعبه صح كده؟ البطيخ ده.
الحلة الحلة دي عاملة 85 نفس النظام. 85 نفس النظام. المكعبات دي 85 برضه. 85 بالكيلو ما شاء الله تبارك الله. اهي العروسة 85. العروسة كمان ودي الكورة 85. الكورة المقفولة دي فيها فلوس اهي. فيها 5 جنيه اللي هي بتفتح تكسب صح؟ تفتح وتكسب. ان شاء الله. بكام دي؟ 18 جنيه. 18 جنيه حلو قوي. في 24 في المحل ما شاء الله تبارك الله. في حاجات كتيره قوي ما شاء الله مش هنقدر احنا نصور كل حاجه. دي بكام يا الصابون دي؟ عامله 25. 25 جنيه ما شاء الله تبارك الله. دي 15 بالون. 15 في حاجه بالون كارت برده كده عايزين نجيبها. ادخل جوه يا اسلام عشان الشمس دي. نعم ايوه عشان الليزر كده. العقلة ده سبع عقلة. كام؟ ده عامل 30 جنيه. 30 جنيه ما شاء الله تبارك الله. السلايم السلايم ده عامل 14 وفي حاجة تانية اهي عاملة 15. تفرق في اللون بس والجودة صح؟ تفرق في اللون والجودة بتاعته. ده ب 15 وده ب 14. اللون بيفرق 13 ونص. اللون بيفرق بس. في حاجة تانية ب 13. المحل ما شاء الله تبارك الله. في حاجات كتيرة قوي مش هنقدر ان احنا نصور كل ده عشان وقتنا ووقت الناس اللي بتتفرج على الفيديو. ده عامل 13 ونص. 13 ونص حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. وفي حاجة تانية برضه اهي تكون باشا الكوتشينة دي ب 30. 30 الكوتشينة دهبي 30. كام دي ب 13 ونص دي اللي بره؟ 15. دي بكام؟ ده عامل 20 جنيه سلايم فوق. اسلام فين ب 20 جنيه ما شاء الله تبارك الله. البخت ده عامل 20. ده 520. وفي عندك حس عيد وكده الكلام اللي هو الكلمه بتاعت حس عيد واللي هو موجود بس خلصان ماشي. لما تنزلوا بردك ان شاء الله يبقى موجود عشان في ناس كانت بتسال عليه. اهو الطبق البيت ده دي لسه نازله. كام؟ ب 40 فعليا. ب 40 فيها 100. الطبق المصاصه طبق المصاصه عامل 2.5. 2.5. وطبق البيضه طبق البيضه عامل 2.5 برضه. 2.5 برضه. سيبه ما تطلعهوش. 2.5 ما شاء الله تبارك الله. الغويشه دي فيها الغويشه دي عامله 80 جنيه. 80 جنيه 75 دي فيها 500 صح كده؟ والزبونش ده عامل 30 جنيه. عامل 30 جنيه ما شاء الله. والصفارة دي 15 جنيه. 15 فيها 100 دي بتسد الشفاط برضك صح كده؟ الحلقان دي يا اسلام الحلقان دي عامله 20. 20 جنيه في 100 ما شاء الله. الاسبنر الخشب ده عامل 30. 30 جنيه ما شاء الله تبارك الله. الوش الميه 40 في 100 مكيس ده صح؟ مكيس اهو باشكاله صح؟ ده شكل ده شكل نفس السعر برضك صح؟ نفس السعر الوانات اهو ما شاء الله تبارك الله. المجيلة الكاب دي حلوة أوي ما شاء الله برضه. مغلفة برضه بكام يا اسلام؟ 30. 30 فيها 100 ان شاء الله. هات الحزة اللي جوه دي اللي جوه دي يا اسلام. أنا مكتوب عليها مكتوب عليها الكلام يعني بتاع الحب وكده. بكام؟ ده عاملة 50. 50 فيها 100 لا فيها 500. فيها 500 50 جنيه ما شاء الله كده. ده ايه ده؟ ده حاجات ميزانيات حاجات ميزانيات الاهلي دي. اهلي ب 25 جنيه. 25 جنيه 25 جنيه سلسله وبتتعلق باليد صح كده؟ اسمك ايه؟ خالد. الاسنان دي؟ الاسنان دي عامله 20. عامله 20 جنيه. معانا خالد اهو بيطلع عاوز يطلع في فيديو اهو عسل اهو. خالد ما شاء الله تبارك الله عليه. ده رقم بتاع الشغل بتاعك. ده عامل كام يا اسلام؟ ده عامل 20. 20؟ ما شاء الله تبارك الله. عامل 30. 30 ماشي. محل ما شاء الله مش هنقدر نصور اكتر من كده عشان خاطر امكانيات يعني الفيديو. والفيسبوك دي؟ الفيسبوك دي لسه جديده عامله 50 ما شاء الله تبارك الله. موجود شحن جميع المحافظات صح يا مروان؟ موجود شحن جميع المحافظات. هنسيب لكم رقم التواصل على مدار الفيديو ان شاء الله باذن الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش باللايك وشير وارجو الاشتراك في القناه عشان نوصل لحضراتكم كل جديد. اسلام انت متواجد على طول صح؟ اسلام متواجد مع مروان على طول في المحل ان شاء الله باذن الله.